مع حضراتكم لمقالاتنا النهارده. المقال النهارده نروح معاكم لجريده المصري اليوم. المقال كتبه الدكتور احمد عكاشه. هنلاقي المقال موجود على الموقع الالكتروني للجريده وهتلاقوه في صفحاتها. النهارده هتلاقوا وهو بيتكلم بقى الدكتور احمد بيقول ان راس المال الاجتماعي هو علاقه الثقه والمحبه بين المواطنين، وان ده الاساس في الاخلاق اللي بتؤدي الى نهضه الامم. بيقول بقى اما التدهور فهو النتيجه لانعدام المحبه والثقه، اي ان الحب بين الناس هو اساس الرضا النفسي والسعاده. يلف بينا بقى الدكتور احمد، هتلاقوا اولا بياخدنا لمجموعه من الاساطير او الكتاب العظماء او الناس العظيمه اللي كتبت عن الحب، من فلاسفه، من مؤلفين، من مؤرخين وغيره. كل من رصد قصص الحب هتلاقي مجموعه من الجمل اللي كانت موجوده وشائعه عنهم، زي مثلا هتلاقيه بيقول الحب دمعه وابتسامه لجبران خليل جبران وغيره من الكلمات. الرجل يحب ليسعد بالحياة والمرأة تحيا لتسعد بالحب، جان جاك روسو. مجموعة من الحاجات كده واخدنا بيها حول العالم، ومن الحب بيروح بقى لتفاصيل تانية متعلقة بالحب. يعني بيبدأ يقولك انت ازاي بتحب، ازاي بتبدأ الخطوات الأولى بالحب، ازاي بتصل إلى القرار في الحب، ايه هي مراحل ودرجات الحب، وهتنتقل من مرحلة للتانية ازاي، وتعرف ان انت انتقلت من مرحلة للتانية ازاي. مجموعة من الخطوات كده رايح بيها الدكتور أحمد عكاشة. نعتبره مقال تحليلي طويل لحاجة ناس كتير بتتكلم عنها لكن لم تصل إلى لبها بعد. بيروح بينا بقى المصطلحات زي العشق، الشغف وغيره من الوله، الهيام، كل المعاني الخاصة بكلمة الحب ورصيدها كلها بدرجاتها، ازاي تعرف ان انت بتحب. دي من المقالات المميزة جدا اللي كتبها الدكتور احمد عكاشة، كلمات عن الحب، بدعو حضراتكم لقراءته. وراصد بقى حاجات متعلقة بنزار قباني وكلمات اغاني ومجموعة من الحاجات كده، حتى راح للشق الديني في الحب وراصد كلمات لمثلا زي الدكتور علي جمعة وكتابه عن فقه حب الحياة، وقال إن هذا الكتاب ختاما بيعلمنا أن الله محبة. وده كان مقالنا النهاردة، بعده حضراتكم لقراءته، هتتبسطوا منه جدا جدا، مقال الدكتور أحمد عكاشة في المصري اليوم. المقال الثاني هتلاقوه على